الحمد لله يا ربي، نظن هذا بفضل الله عز وجل. الحمد لله الخدمه واخر كما نقول احنا على الاخر يعني جاتنا الفرصه. نتمنى ان شاء الله ربي يقدرنا ونكونوا عند حسن ظن المدرب وعند حسن ظن الانصار وخاصه الشعب الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله ولا نتمنى الشفاء لاجل يوسف عطا ان شاء الله باش يعاود يولي بقوه المنتخب. اما فيما يخص المنافسه نظن هذه الحاجه راح تخلي المستوى تاع الكسوه احنا لاعبين ولا المنتخب الوطني يصعد. نتمنى ان شاء الله اللي راح يكون اللي راح يلعب يقدم الاضافه ويكون عند حسن الظن ان شاء الله. كيف هي الاجواء داخل؟ نظن اجواء مميزه خاصه يعني لاعبين يعني اللي سهلونا مهمه الاندماج. نشكرهم ونعطيكم الصحه وان شاء الله كل هدف واحد ان شاء الله الفوز في المقابلتين هذو ان شاء الله. نشكر انصار اتحاد العاصمه اللي كانوا خاصه في السنوات الاخيره هذو كانوا دائما يدعموني وكانوا دائما يعاونوني. الحمد لله يا ربي قلت لك بفضل الله عز وجل راني اليوم هنا بفضل يعني الثقه تاع الانصار واللي خلتني نكون انا ونكون في المنتخب. يعطيكم الصحه.